بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير، ونتمنى السلامة للجميع. الآن نتكلم عن تلوث البيئة، وتلوث البيئة بشكل عام هو نفسه تلوث المياه وتلوث الهواء وتلوث الغذاء. إذا حنبدأ على طول تلوث البيئة بشكل عام، مش مطلوب منكم حنطول بشكل عام على تلوث المياه. ليش؟ لأنه أنتم المصاب اسمه الصحة العامة وحماية البيئة. هنتكلم عن حماية البيئة، يعني حماية المياه وحماية الهواء، وأيضا طريقة التخلص من الفضلات بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة، وأيضا تلوث الغذاء. الماء عنصر أساسي لجميع لما تخلع تلوث المياه، الماء عنصر أساسي لجميع الكائنات الحية، وفعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء يعني يمثل من الأرض 10%، وأيضا يمثل 50% من جسم الإنسان، 70% من الخطوات، و 90% من الفواكه. شايفين دوريا من الفواكه يمثل ماء 90% من الفواكه. لكن لما نتكلم عن أكثر نوع من الخطوات في ماء، حيكون عندنا غالبا اللي هو الخيار في 97% من المياه. طبعا المياه بتكون على أكثر من شكل، قد تكون جامدة كثلج أو كبخار ماء أو كماء سائل. طبعا المياه مهمة في اللي هو طبعا في مناحي الحياة جميعها. ولما نتكلم عن تلوث المياه بشكل أساسي، نتكلم عن تلوث المياه بمياه صفصة. عنا في هنا ممكن في دول أوروبا يمكن تلوث المياه بالمواد الكيماوية، لكن عنا نتكلم عن لما نتكلم عن تلوث المياه بشكل أساسي، يكون تلوث المياه بمياه الصرف الصحي. طبعا هذا التلوث بشكل عام قد يكون موجه للإنسان. لما الإنسان تلوث المياه بشكل عام، لما الإنسان يشرب المياه يعني ملوثة، فطبعا هنا بصير عندنا تلوث مباشر او خطر متوجه الى الانسان بشكل مباشر. اما لما يكون الانسان بيسقي يعني المياه يسقي المزروعات او النباتات بمياه ملوثه، فهذا بيؤدي الى خطوه كبيره جدا على الكائنات الحيه اللي بتعيش، سواء سواء على سطح البحر او سواء في البحر او في اليابسة. طبعا المياه مهم جدا، مياه البحار أو مياه الأنهار مهم جدا أن تبقى نظيفة بدون تلوث. لكن الإنسان للأسف بدأ يلوث هذه المياه بشكل كبير، خصوصا بنتكلم عن بالنفط أو غيره، أو حتى بالنفايات. هذه البحار أو المحيطات تحتوي على كمية هائلة من الثروات الغذائية للإنسان. ما هي أضرار تلوث المياه؟ نوعين، عندنا في نوعين من التلوث، قد تكون تلوث ميكروبي أو تلوث كيميائي. طبعا التلوث الميكروبي مفهوم من اسمه أنه المياه تلوث ببعض أنواع الميكروبات، والميكروبات أيضا ناتجة عن تلوث المياه زي ما قلنا من مخلفات المنازل أو مزارع أو مصانع. طبعا وزي إيش؟ زي مثلا بكتيريا التفريد، الكوليرا، الزنطاريا البسيلية، في نوعين من الزنطاريا، في الزنطاريا البسيلية والأنبية، يعني واحد بكتيري واحد طفيلي، فيروسات شلل الأطفال، الالتهاب الكبدي الوبائي. كل هذه المسببات ممكن تنتقل عن طريق بول وبواز إنسان إلى المياه، وهذه المياه تروح للشخص السليم فتعمل يعني تحدث المرض في هذا الشخص السليم. في يعني في أمثلة كثير على أن يعني كيف أن تلوث الهواء، تلوث المياه كان له دور كبير في انتشار الكثير الكثير من الأوبئة. أيضا قد يتلوث المياه بشكل كيميائي، ويعني كثير من المواد الكيميائية ممكن تعمل يعني تلوث لهذا المياه. زي المركبات الحامضية أو القلوية.
ويعني هي اللي بتزيد البي اتش تاع المياه او بتقلل من البي اتش تاع المياه. انتم عارفين ان البي اتش تاع المياه المفروض يكون 6.5 يعني الى 9. المياه السليمه، المياه السليمه بتكون هنا المياه القابله، يعني المياه القابله للشرب بتكون من 6.5 إلى 9، البي اتش تبعها يكون من 6.5 إلى 9. إذا تلوثت هذه بالأحماض أو بالقلويات يعني ستغير من الحمضية. إضافة إلى أن الأحماض هذه تسبب الصدأ للأنابيب اللي هي حامل المياه، ممكن تلوث أيضا بالقلويات زي البيكربونات وبيكربونات وهيدروكسيد الكلورايد، ويعني هذه تسبب كلها تسبب الملوحة المياه، تسبب ملوحة المياه أو ما يسمى بعسر المياه، تسبب ملوحة المياه أو تسمى بعسر المياه. أيضا المياه قد تتلوث بمركبات النيترات والفوسفات، والإشكالية بالمركبات النيترات والفوسفات تسبب ظاهرة اسمها ظاهرة الازدهار أو أحيانا اختراق الماء. ايش اختيار الماء؟ انه والله بيكون يظهر يعني هذه المياه التي فيها نسبة عالية من النيترات والفوسفات، يعني بتكون عندي طبقة خضراء من الأعشاب على سطح هذه المياه والشواطئ، وبتغطيها أيضا هذه المياه الطحالب بالذات. الطحالب بالذات بتزيد نمو الطحالب يعني على سطح المياه، مما يمنع انه التهوية ودخول الأكسجين. عدم إذا تمنع هذه اختراق المياه وزيادة نيترات زيادة مركبات النيترات والفوسفات بتزيد من نمو الطحالب بشكل أساسي. هذه الطحالب عندما تنمو على سطح المياه تقلل من عملية التهوية ودخول الأكسجين، وهذا يشكل خطر على الكائنات المائية، الكائنات الموجودة في داخل الكائنات المائية الموجودة في داخل هذا المسطح المائي. إذن هذا أيضا خطير جدا على اللي هو هذا هو تسمى ظاهرة الاخدرار الازدهار أو ظاهرة اخدرار الماء. أيضا المعادن الثقيلة، قد يتلوث المياه بالمعادن الثقيلة، ودائما نتكلم عن المعادن الثقيلة نتكلم عن الرصاص والزئبق، وحصلت كثير من اللي هو يعني نماذج او امثله كثيره على كيف ان المياه عندما يتلوث بالرصاص او بالزئبق فهذا يشكل خطر على الناس اللي بتشرب هذه المياه، وحصل كثير زي ما هو في اليابان او في العراق ايضا، بانه صار عندهم بالذات صار تلوث بمثال الزئبق. هذا التلوث من الزئبق الاسماك شربت المياه فصار في نسبة عالية من مثال الزئبق موجود في الأسماك، أكل الإنسان أكل هذه الأسماك فصار عنده نوع من تسمم بالزئبق، وقد يؤدي إلى شلل، قد يؤدي إلى شلل. الحديد والمغنيسيوم، قد يتلوث المياه أيضا بالحديد والمغنيسيوم لكن لا تسبب ضرر كبير، سواء أنه لون المياه ممكن يتغير، وهذا اللي أحيانا بنشوف إحنا على بعض الملابس يكون زي الصدى، فطبعا الصدى ناتج عن إيش؟ عن أنه الأنابيب بيكون المياه فيها قطعت وبعدين أجت بشكل مباشر، فطبعا هذا الأنابيب لما قطعت مياه بدأ بعض الصدى، فلما أجل المياه أجت المياه تحمل الصدى. فأكيد أكيد هذه المياه يعني بتنفعش ل اللي هو صناعات نقول اللي هو بتاعت صناعات المنسوجات أو الملابس. أيضا قد يتلوث المياه بالهالوجينات أو الكلور أو الفلور، وطبعا لكن الكلور يعني مهم جدا، النسبة العالية منه ممكن تؤدي إلى التسمم، لكن النسبة المحددة منه ممكن تؤدي إلى تنقية المياه. الكلور والفلور يستعمل في تنقية المياه بشكل كبير، وطبعا لكن هذا الكلور إذا كان في عندي مياه ملوثة بالهيدروكربونات ممكن يؤدي إلى مواد يعني هيدروكربونية مسرطنة ومضرة، لكن الفلور ممكن يسبب يعني سرطانات. لكن الفلور أحيانا نقول الفلور أحيانا ممكن يستعمل بحطوه في المياه بتفوف المياه زي ما بيضيفوا
اللي هو الفلور ايضا لا معجين الاسنان عشان بيمنع بيحمي الانسان من التسوس اذا كان بتركيز 10 ملي جرام لكل لتر. ايضا من المواد الخطيره جدا اللي ممكن يعني تلوث المياه المواد المشعه زي الراديوم، على طول بتسبب سرطانات وخصوصا سرطان العظام. لما نيجي نسال من هو اخطر، بيسال من هو اخطر، التلوث الكيميائي ام التلوث الميكروبي، بنقول والله انه دائما التلوث الكيميائي هو اكثر خطوره واكثر. ليش؟ لانه التلوث الميكروبي في النهايه انت تستطيع ان تتعامل معاه، بتحط كميه من الكلور بتقتل كل الميكروبات اللي فيه، لكن التلوث الكيميائي كيف يمكن التخلص من التلوث الكيميائي؟ صعوبه جدا ان تتخلص من التلوث الكيميائي، حيث انه فينا كثير من المواد الكيميائيه صعب ان تتخلص منها من المياه، بينما التلوث الميكروبي انه ما دام في ميكروبات بحط كلور على هذا المياه فبيقتل لي معظم الميكروبات، وهيك انا فالتلوث الكيميائي اخطر واصعب من التلوث الكيميائي. كيف يمكن تنقية مياه الشرب؟ شفنا التلوث مياه الشرب، لأن كيف يمكن يعني تنقية مياه الشرب؟ أول حاجة في تنقية مياه الشرب أن الوقاية. الوقاية خير من العلاج. إنه إذا وقاية مصدر المياه من التلوث، وبالذات لما نتكلم عن مياه الشرب، إنه دائما تتلوث مع مياه الصرف الصحي أو مياه المجاري، فطبعا انه هنا لازم نعمل وقايه لهذه المياه من اللي هو الميكروبات اللي ممكن تدخل، ميكروبات مرضيه ممكن تدخل هذه المياه. واهم حاجه انه هذه الانابيب تكون يعني سليمه، تكون يعني غير قابله للكسر، يعني لا تسرب اليها الميكروبات. ايضا انه لا تكون بعيده عن انابيب مياه الصرف الصحي. إذا تكلمنا إنه كيف الوقاية، وقاية مياه الشرب من التلوث مع مياه الصرف الصحي، تكلمنا عن الوقاية. إذا الوقاية نفسها أيضا التطهير، عم بتطهير بالكلور، ودائما بنشوف إحنا كيف إنه يعني التطهير بالكلور يعتبر مهم جدا في عملية اللي هو تطهير المياه. وكنا بنعرف عملية اسمها دائما بتضيع إضافة الكلور وهي الكلورة، زي ما أنتم شايفين هان إنه والله الكلور بيتفاعل مع مياه الشرب بيكون لي مادة اسمها اللي هو حامض هيدروكليك مع هايبوكلوراس أسيد. الهايبوكلوراس أسيد بيتفكك إلى يعني كلوريد الهيدروجين وبيطلع لي الأكسجين. هذا الأكسجين بسموه الأكسجين حديث التولد، وهذا الأكسجين يعني شفتوه أنتم الأكسجين أوكسي اللي يستعمل في مياه التنظيف أو في يعني في مواد التنظيف، هذا له قدرة هائلة على أن يقتل الميكروبات، يسموه الأكسجين الحر أو أكسجين حديث التوالد، بقدر أكسد هذه الميكروبات وأكسدها ويقتل الميكروبات الموجودة في اللي هو مياه الشرب. طب انا قديش احط كلور؟ قديش احط الكلور؟ هل الكلور فعال؟ قديش فعال الكلور؟ اذا اول حاجه بتوقف على عده عوامل، تركيز الكلور ومده التاثير. طبعا قديش انا بحط كلور قديش بكون عندي نتيجه اكثر، اضافه الى مده التاثير. ايش مده التاثير؟ يعني مده النقع، يعني قديش انا بخليه موجود في المياه قبل استعماله. مهم جدا عمليه اللي هو يعني التأثير، إن أنا أخليه في المياه مدة محددة، وغالبا هي بتكون من ثلث ساعة إلى نص ساعة، غالبا بتكون من ثلث ساعة إلى نص ساعة. إذا العوامل بتعتمد على كمية كلور اللي بحتاجها أو حتى تركيز الكلور. يعني أنا بجيبش كلور من تعين الشوارع هذول أقول كلور، بجيب تركيز مثلا تركيزه بكون كلور معروف التركيز وبضيفه بشكل كويس. يعني بضيفش اي كلور يكون مخفف، ما ينفعش، لازم يكون كلور مركز وعارف انا قديش كميه هذا الكلور المركز. واذا تكلمنا عن مده التاثير وكميه الكلور المركز، ايضا عدد وانواع الاحياء الدقيقه الموجوده. طبعا
كل ما كان انت لما تنقع المياه تنقع يعني الاواعي، كل ما كان الاواعي وسخات انت بتحتاج الى يعني كميه اكبر من الكلور، عشان قلنا بتزيد الوقت، وايضا بتحتاج كميه اكبر من الكلور عشان تضمن عمليه التنظيف. اذا كل ما كان في عندنا بكتيريا اكبر، كل ما كان بحتاج الى كلور اكثر، وبالذات انه هو يعني الكلور بأثر على البكتيريا الخضريه. البكتيريا الخضريه يعني البكتيريا الغير متحوصله، وهي هذه يسموها البكتيريا الخضريه. البكتيريا الخضريه البكتيريا الغير متحوصله، يعني مفهوم. بينما لو انا هي كانت متحوصله، اذا كانت هذه البكتيريا متجرثمه أو موجبة الجرام، فهذه تحتاج إلى كميات أكبر من الكلور، أو هي بتكون مقاومة لتركيزات الكلور العادية المستعملة عندنا. أيضا نفس الكلام أنه والله كنا زي كلما زادت المادة العضوية الموجودة، خصوصا البروتينات الموجودة في المياه، أنا بحتاج إلى كمية أكبر من الكلور. ليش؟ لأنه المواد البروتينية هذه يعني تتفاعل مع الكلور وتضعف فعالته. درجة البي اتش ايضا اذا مهم جدا، درجه البي اتش تكون اذا قليله ودرجه الحراره قليله، فتزيد سرعه تفكك الكلور في الوسط الحامضي وفي الحراره العاليه فيقل تاثيره. اذا باخذ بعين الاعتبار الحامضيه، باخذ بعين الاعتبار درجه الحراره، باخذ بعين الاعتبار كميه المواد العضويه الخاصه بالبروتينات، باخذ بعين الاعتبار عدد وانواع الاحياء الدقيقه، باخذ بعين الاعتبار اللي هو تركيز الكلور ومده التاثير. كل العوامل باخذها بعين الاعتبار لما انا بضيف اي كميه من الكلور. كمان باثر انه نوعيه الكلور، هل هو كلور سائل؟ الكلور بيكون على ثلاث اشكال، قد يكون غاز، وقد يكون سائل، وقد يكون ماده صلبة يعني بيكون بودرة. الغاز هو الأكثر تأثيرا، إذا الغاز مضغوط هو الأكثر تأثيرا وأكثر تأثير. لكن الأكثر استعمالا هو احنا بنستعمل البودرة. إذا الأكثر استعمالا هو اللي هو الأكثر يعني درجة وأكثر تأثيرا اللي هو الغاز المضغوط، وهذا الغاز ممكن يتم التحكم فيه باستعمال أجهزة خاصة، وهذه الأجهزة هي تتحكم. قديش احنا لازم نضيف كميات من الكلور، وقديش لازم يكون مدى التأثير؟ اذا احنا بنخلي الكلور او بننقعه يعني 20 دقيقة، وبنضيف من 2 الى من 2 من 10 الى 2 ملي جرام لجزء في المليون. ملي جرام لكلته هو نفسه الجزء في المليون يا بنات، هو نفسه الجزء في المليون. ملي جرام لكل لتر هو نفس الجزء في المليون. اذا انا ايضا بزيد، قلنا بزيد كلما زادت كميات الميكروبات الموجوده عندي، كلما زاد او المواد العضويه الموجوده عندي، كلما انا زدت كميات الكلور. وبعد هيك انا بوزع هذا المياه في مواسير، او في انابيب سليمه وغير قابله، ولا تسرب اليها الميكروبات تلوث مره. اخر حاجه في تلوث المياه الكشف عن الميكروبات المرضيه، او بسميها كاشفات التلوث الحيوي. طبعا انا في عندي يمكن عدد كبير هائل من الميكروبات زي التوفيد والباراتوفيد والكلى والزنطاريا والفيروسات المعوية وشلل الأطفال وغيرهم. لما أنا بدي أقول إنه هذه المياه صالحة للشرب، هل أنا لازم أقيس التوفيد لحاله والباراتوفيد لحاله والكلى لحاله، وهناك أكثر من 150 ميكروب بعيش في مياه الشرب؟ هل انا لازم انا افحص ال 150 ميكروب عشان اقول والله انه انا عندي فعلا هذه المياه سليمه وصالحه للشرب؟ طبعا لا. اذا ما هو الحل؟ الحل لقوا، وانا قلنا انه دائما تلوث المياه في معظم الاحيان بيجي من ايش؟ من مياه الصرف الصحي. لقوا انه في بكتيريا تعيش بشكل دائما في كل انسان، في عنده بكتيريا تعيش فيه بشكل دائم
بشكل يعني في الأمعاء بشكل دائم تعيش هذه البكتيريا. وجود هذه البكتيريا في المياه بدل إنه في عندي براز، بدل إنه معناته في عندي تلوث مع مياه صرف الصحي. إذا وجود هذه البكتيريا، مثلا بكتيريا الاشتريشيا كولاي، هنشوفها كمان شويه، بكتيريا مثلا زي بكتيريا الاشتريشيا كولاي تعيش في الامعاء بشكل دائم وهي لا تعيش في الماء. وجودها في مياه الشرب دليل على انه هي قد تلوثت بالبراز وقد تلوثت مع مياه الصرف الصحي. اذا ببحث عن هذه البكتيريا. البكتيريا ليست ضاره بالصحه، ليست ضاره بالصحه، لكنها مؤشر على التلوث، مؤشر على التلوث مع مياه الصرف الصحي. وجودها معناته أن هذه المياه قد تلوثت مع مياه الصرف الصحي. عدم وجودها إنه هي إذا خالية من مياه الصرف الصحي. وإذا كل الأمراض اللي بتكون عادة بنتقل عن طريق البراز أو عن طريق مياه الصرف الصحي لا تكون موجودة في هذه المياه. فإذا أنا بأخذ اللي هو كاشف حيوي، هو مين شو الكاشف الحيوي؟ انا اللي هو الميكروبات هي عباره عن كاشف حيوي، عباره عن انديكيتور، عباره عن انا اللي باخذهاش او بفحصهاش في الشرب لاني خايف منها. لا، هي غير ممرضه، هي اصلا غير ممرضه، موجوده في كل انسان فهي غير ممرضه، لكن وجودها في مياه الشرب بدل على التلوث بمياه الصرف الصحي. إذا مباشرة لما ببحث عنها بلاقيها موجودة في مياه الشرب، إذا موجودة في مياه الصرف الصحي، إذا أنا هنا يعني بأكس عليها وبقول هذه ملوثة بمياه الصرف الصحي. وغالبا في عندي إنديكيتور أو مؤشر مهم اللي هو الشريشيا كولاي. الشريشيا كولاي موجودة في مياه، يعني موجودة في الإنسان بشكل دائم، ووجودها في مياه الصرف الصحي معناته يعني هناك اختلاط مع مياه الصرف مع البراز واختلاط مع مياه الصرف الصحي. إيش ميزة الإشريشيا كولاي؟ ميزة الإشريشيا كولاي أول حاجة إنه فحصها سهل، وهي قلنا غير ممرضة، عشان هيك أنا بفحصهاش لأني خايف منها. لا، هي غير ممرضة ولا تضر بالقائمين بالعمل طبعا. إذا دائما مياه سليمة تكون خالية من البكتيريا، فقط البكتيريا عندما تكون هذا تكون فقط البكتيريا يعني هذه إذا كان وجودة مياه صرف صحي في المياه العادية فهذا يدل على التلوث. ميزتها أيضا تعيش يعني بالمياه لمدة أطول من الميكروبات المرضية، وهذا بدل بأكد أنه فعلا والله أنه هذه باكد لي انه هذه يعني فعلا خاليه لو انا ما لوثتهاش في مياه الشرب. فاذا كل الميكروبات مش موجوده في مياه الشرب مش موجوده ايضا في مياه الشرب. ايضا في النهايه المياه السليمه تكون غير ملوثه وخاليه من بكتيريا الشريشيا كولاي. وانتهت المحاضره وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير، ونتمنى السلامة للجميع. الآن نتكلم عن تلوث البيئة، وتلوث البيئة بشكل عام هو نفسه تلوث المياه وتلوث الهواء وتلوث الغذاء. إذا حنبدأ على طول تلوث البيئة بشكل عام، مش مطلوب منكم، حنطول بشكل عام على تلوث المياه. ليش؟ لأنه أنتم المصاب اسمه الصحة العامة وحماية البيئة. هنتكلم عن حماية البيئة، يعني حماية المياه وحماية الهواء، وأيضا طريقة التخلص من الفضلات بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة، وأيضا هو تلوث الغذاء. الماء عنصر أساسي لجميع لما تدخل على تلوث المياه، الماء عنصر أساسي لجميع الكائنات الحية، وفعلا وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء يعني يمثل من الأرض 10%، وأيضا يمثل 50% من جسم الإنسان، 70% من الخطوات، و 90% من الفواكه. شايفين أنتم أيام الفواكه يمثل ماء 90% الفواكه، لكن لما نتكلم عن أكثر نوع من الخطوات في ماء حيكون عندنا غالبا اللي هو الخيار في 97% من المياه. طبعا المياه بتكون على أكثر من شكل، قد تكون جامدة كثلج أو كبخار ماء
أو كماء سائل. طبعا المياه مهمة في اللي هو طبعا في مناحي الحياة جميعا. ولما نتكلم عن تلوث المياه بشكل أساسي نتكلم عن تلوث المياه بمياه صفصة. أنا في أنا ممكن في دول أوروبا يمكن تلوث المياه بالمواد الكيماوية، لكن أنا نتكلم عن لما نتكلم عن تلوث المياه بشكل أساسي يكون تلوث المياه بمياه الصرف الصحي. طبعا هذا التلوث بشكل عام قد يكون موجه للإنسان لما الإنسان تلوث المياه بشكل عام، لما الإنسان يشرب المياه يعني ملوثة فطبعا هنا بصير عندنا تلوث مباشر أو خطأ متوجه إلى الإنسان بشكل مباشر. أما لما يكون الإنسان بيسقي يعني المياه يسقي المزروعات أو النباتات بمياه ملوثة فهذا بيؤدي إلى خطوة كبيرة جدا على الكائنات الحية اللي بتعيش سواء في سواء على سطح البحر أو سواء في البحر أو في اليابسة. طبعا المياه مهم جدا، مياه سطح مياه البحار أو مياه الأنهار مهم جدا أن تبقى نظيفة بدون تلوث، لكن الإنسان للأسف بدأ يلوث هذه المياه بشكل كبير خصوصا بنتكلم عن بالنفط أو غيره أو حتى بالنفايات. هذه البحار أو المحيطات تحتوي على كمية هائلة من الثروات الغذائية للإنسان. ما هي أضرار تلوث المياه؟ نوعين، عندنا في نوعين من التلوث، قد تكون تلوث ميكروبي أو تلوث كيميائي. طبعا التلوث الميكروبي مفهوم من اسمه أنه المياه تلوث ببعض أنواع الميكروبات، والميكروبات أيضا ناتجة عن تلوث المياه زي ما قلنا من مخلفات المنازل أو مزارع أو مصانع. طبعا وزي إيش؟ زي مثلا بكتيريا التفريد، الكوليرا، الزنطاريا البسيلية، في نوعين من الزنطاريا، في الزنطاريا البسيلية والأنبية يعني واحد بكتيري واحد طفيلي، فيروسات شلل الأطفال، الالتهاب الكبدي الوبائي. كل هذه المسببات ممكن تنتقل عن طريق بول وبواز إنسان إلى المياه، وهذه المياه تروح للشخص السليم فتعمل يعني تحدث المرض في هذا الشخص السليم. في يعني في أمثلة كثير على أن يعني كيف أن تلوث الهواء تلوث المياه كان له دور كبير في انتشار الكثير الكثير من الأوبئة. أيضا قد يتلوث المياه بشكل كيميائي، ويعني كثير من المواد الكيميائية ممكن تعمل يعني تلوث لها هذا المياه. زي إيش؟ زي المركبات الحامضية أو القلوية، ويعني هي اللي بتزيد البي اتش تاع المياه او بتقلل من البي اتش تاع المياه. انتم عارفين ان البي اتش تاع المياه المفروض يكون 6.5 يعني الى 9. المياه السليمه، المياه السليمه بتكون هنا المياه القابله يعني المياه القابله للشرب بتكون من 6.5 إلى 9، البي اتش تبعها يكون من 6.5 إلى 9. إذا تلوثت هذه بالأحماض أو بالقلويات يعني ستغير من الحامضية. إضافة إلى أن الأحماض هذه تسبب الصدأ للأنابيب اللي هي حامل المياه، ممكن تلوث أيضا بالقلويات زي البيكربونات وبيكربونات وهيدروكسيد الكلورايد، ويعني هذه تسبب كلها تسبب ملوحة المياه، تسبب ملوحة المياه أو ما يسمى بعسر المياه، تسبب ملوحة المياه أو تسمى بعسر المياه. أيضا المياه قد تتلوث بمركبات النيترات والفوسفات، والإشكالية بالمركبات النيترات والفوسفات تسبب ظاهرة اسمها ظاهرة الازدهار أو أحيانا اختراق الماء. ايش اختيار الماء؟ انه والله بيكون يظهر يعني هذه المياه التي فيها نسبة عالية من النيترات والفوسفات يعني بتكون عندي طبقة
خضراء من الأعشاب على سطح هذه المياه والشواطئ، وبتغطيها أيضا هذه المياه الطحالب بالذات. الطحالب بالذات بتزيد نمو الطحالب يعني على سطح المياه، مما يمنع أنه التهوية ودخول الأكسجين. عدم إذا تمنع هذه اختلال المياه وزيادة نترات، زيادة مركبات النيترات والفوسفات بتزيد من نمو الطحالب بشكل أساسي. هذه الطحالب عندما تنمو على سطح المياه تقلل من عملية التهوية ودخول الأكسجين، وهذا يشكل خطر على الكائنات المائية، الكائنات الموجودة في داخل، الكائنات المائية الموجودة في داخل هذا المسطح المائي. إذا هذا أيضا خطير جدا على اللي هو هذا هو تسمى ظاهرة الاخضرار الازدهار أو ظاهرة اخضرار الماء. أيضا المعادن الثقيلة، قد يتلوث المياه بالمعادن الثقيلة، ودائما نتكلم عن المعادن الثقيلة نتكلم عن الرصاص والزئبق، وحصلت كثير من اللي هو يعني نماذج أو أمثلة كثير على كيف أن المياه عندما يتلوث بالرصاص أو بالزئبق فهذا يشكل خطر على الناس اللي بتشرب هذه المياه، وحصل كثير زي ما هو في اليابان أو في العراق أيضا، بأنه صار عندهم بالذات صار تلوث بمثال الزئبق. هذا التلوث من الزئبق الأسماك شربت المياه فصار في نسبة عالية من مثال الزئبق، الزئبق موجود في الأسماك، أكل الإنسان أكل هذه الأسماك فصار عنده نوع من تسمم بالزئبق، وقد يؤدي إلى شلل، قد يؤدي إلى شلل. الحديد والمغنيسيوم، قد يتلوث المياه أيضا بالحديد والمغنيسيوم لكن لا تسبب ضرر كبير، سواء أنه لون المياه ممكن يتغير، وهذا أحيانا بنشوف إحنا على بعض الملابس يكون زي الصدى، فطبعا الصدى ناتج عن إيش؟ عن أنه الأنابيب يكون المياه فيها قطعت وبعدين أجت بشكل مباشر، فطبعا هذا الأنابيب لما قطعت مياه بدأ بعض الصدى، فلما أجل المياه أجت المياه تحمل الصدى. فأكيد أكيد هذه المياه يعني بتنفعش ل اللي هو صناعات الصناعات نقول اللي هو بتاعت صناعات المنسوجات أو الملابس. أيضا قد يتلوث المياه بالهالوجينات أو الكلور أو الفلور، وطبعا لكن الكلور يعني مهم جدا، النسبة العالية منه ممكن تؤدي إلى التسمم، لكن النسبة المحددة منه ممكن تؤدي إلى تنقية المياه. الكلور والفلور يستعمل في تنقية المياه بشكل كبير، وطبعا لكن هذا الكلور إذا كان في عندي مياه ملوثة بالهيدروكربونات ممكن يؤدي إلى مواد يعني هيدروكربونية مسرطنة ومضرة، لكن الفلور ممكن يسبب يعني سرطانات. لكن الفلور أحيانا نقول الفلور أحيانا ممكن يستعمل بحطوه في المياه، بتفوه في المياه زي ما بضيفوا اللي هو الفلور ايضا لمعجين الاسنان عشان بيمنع بيحمي الانسان من التسوس اذا كان بتركيز 10 ملي جرام لكل لتر. ايضا من المواد الخطيره جدا اللي ممكن يعني تلوث المياه المواد المشعه زي الراديوم، على طول بتسبب سرطانات وخصوصا سرطان العظام. لما نيجي نسأل من هو أخطر، بيسأل من هو أخطر، التلوث الكيميائي أم التلوث الميكروبي، بنقول والله إنه دائما التلوث الكيميائي هو أكثر خطورة وأكثر. ليش؟ لأنه التلوث الميكروبي في النهاية أنت تستطيع أن تتعامل معه، بتحط كمية من الكلور بتقتل كل الميكروبات اللي فيه، لكن التلوث الكيميائي كيف يمكن التخلص من التلوث الكيميائي؟ صعوبة جدا أن تتخلص من التلوث الكيميائي، حيث أنه فينا كثير من المواد الكيميائية صعب أن تتخلص منها من المياه. بينما التلوث الميكروبي أنه مدى في ميكروبات بحط كلور على هذا المياه فبيقتل لي معظم الميكروبات، وهيك أنا فالتلوث الكيميائي أخطر وأصعب من التلوث الكيميائي. كيف يمكن تنقية مياه الشرب؟ شفنا التلوث مياه الشرب، لأن كيف يمكن يعني تنقية مياه الشرب؟ أول حاجة في تنقية مياه الشرب أن الوقاية، الوقاية خير من العلاج.
انه اذا وقايه مصدر المياه من التلوث، وبالذات لما نتكلم عن مياه الشرب، انه دائما تلوها مع مياه الصرف الصحي او مياه المشاري، فطبعا انه هنا لازم نعمل وقايه لهذه المياه من اللي هو الميكروبات اللي ممكن تدخل، ميكروبات مرضيه ممكن تدخل هذه المياه. واهم حاجه انه هذه الانابيب تكون يعني سليمه، تكون يعني غير قابله للكسر، يعني لا تسرب اليها الميكروبات، ايضا بانه لا تكون بعيده عن انابيب مياه الصرف الصحي. اذا تكلمنا انه كيف الوقايه، وقايه مياه الشرب من التلوث مع مياه الصرف الصحي، تكلمنا عن الوقايه. اذا الوقايه نفسها ايضا التطهير، عم تطهير بالكلور، ودائما بنشوف احنا كيف انه يعني التطهير بالكلور يعتبر مهم جدا في عملية اللي هو تطهير المياه. وكنا بنعرف عملية اسمها دائما بنضيف اضافة الكلور، وهي الكلورة زي ما انتم شايفين هان، انه والله الكلور بيتفاعل مع مياه الشرب بيكون لي مادة اسمها اللي هو حامض هيدروكليك مع هايبوكلوراس اسيد. الهايبوكلوراس اسيد بيتفكك الى يعني كلوريد الهيدروجين وبيطلع للاكسجين. هذا الاكسجين بسموه الاكسجين حديث التولد، وهذا الاكسجين يعني شفتوا انتم الاكسجين اوكسي اللي يستعمل في مياه التنظيف او في يعني في مواد التنظيف، هذا له قدره هائله على أن يقتل الميكروبات، يسموه الأكسجين الحر أو أكسجين حديث التوالد، بقدر أكسد هذه الميكروبات وأكسدها ويقتل الميكروبات الموجودة في مياه الشرب. طب أنا قديش أحط كلور؟ قديش أحط الكلور؟ هل الكلور فعال؟ قديش فعال الكلور؟ إذا أول حاجة بتوقف على عدة عوامل. تركيز الكلور ومدة التأثير. طبعا قديش أنا بحط كلور قديش بكون عندي نتيجة أكثر، إضافة إلى مدة التأثير. إيش مدة التأثير؟ يعني مدة النقع، يعني قديش أنا بخليه موجود في المياه قبل استعماله. مهم جدا عملية اللي هو يعني التأثير، إنه أنا أخليه في المياه مدة محددة، وغالبا هي بتكون من ثلث ساعة إلى نص ساعة، غالبا بتكون من ثلث ساعة إلى نص ساعة. إذا العوامل اللي بتعتمد على كمية كلور اللي بحتاجها أو حتى تركيز الكلور، يعني أنا بجيبش كلور من تعيين الشوارع هذول أقول كلور، بجيب تركيز مثلا تركيزه بكون كلور معروف التركيز وبضيفه بشكل كويس، يعني بضيفش أي كلور يكون مخفف ما ينفعش، لازم يكون كلور مركز وعارف أنا قديش كمية هذا الكلور المركز. وإذا تكلمنا عن مدة التأثير وكمية كلور المركز، أيضا عدد وأنواع الأحياء الدقيقة المدمة. طبعا كل ما كان أنت لما تنقع المياه تنقع يعني الأواعي، كل ما كان الأواعي وسخات أنت بتحتاج إلى يعني كمية أكبر من الكلور، عشان قلنا بتزيد الوقت، وأيضا بتحتاج كمية أكبر من الكلور عشان تضمن عملية التنظيف. إذا كل ما كان في عندي بكتيريا أكبر، كل ما كان بحتاج إلى كلور أكثر، وبالذات إنه هو يعني الكلور بأثر على البكتيريا الخضرية. البكتيريا الخضرية يعني البكتيريا الغير متحوصلة، وهي هذه يسموها البكتيريا الخضرية. البكتيريا الخضرية البكتيريا الغير متحوصلة، يعني مفهوم. بينما لو أنا هي كانت متحوصلة، إذا كانت هذه البكتيريا متجرثمة أو موجبة الجرام، فهذه تحتاج إلى كميات أكبر من الكلور، أو هي بتكون مقاومة لتركيزات الكلور العادية المستعملة عندنا. أيضا نفس الكلام، إنه والله كنا زي كل ما زادت المادة العضوية الموجودة خصوصا البروتينات الموجودة في المياه، أنا بحتاج إلى كمية أكبر من الكلور. ليش؟ لأنه المواد البروتينية هذه يعني تتفاعل مع الكلور وتضعف فعالته. درجة البي اتش ايضا اذا مهم جدا، درجه البي اتش تكون اذا قليله ودرجه الحراره قليله، فتزيد سرعه تفكك الكلور في الوسط الحامضي وفي الحراره العاليه فيقل تاثيره. اذا باخذ بعين الاعتبار
الحامضية، باخذ بعين الاعتبار درجة الحرارة، باخذ بعين الاعتبار كمية المادة العضوية الخاصة بالبروتينات، باخذ بعين الاعتبار عدد وأنواع الأحياء الدقيقة، باخذ بعين الاعتبار اللي هو تركيز الكلور ومدة التأثير. كل العوامل باخذها بعين الاعتبار لما أنا بضيف أي كمية من الكلور. كمان بأثر إنه نوعية الكلور، هل هو كلور سائل؟ الكلور بيكون على 3 أشكال، قد يكون غاز، وقد يكون سائل، وقد يكون مادة صلبة يعني بيكون بودرة. الغاز هو الأكثر تأثيرا، إذا الغاز مضغوط هو الأكثر تأثيرا وأكثر تأثير. لكن الأكثر استعمالا هو احنا بنستعمل البودرة. إذا الأكثر استعمالا هو اللي هو الأكثر يعني درجة وأكثر تأثيرا اللي هو الغاز المضغوط، وهذا الغاز ممكن يتم التحكم فيه باستعمال أجهزة خاصة، وهذه الأجهزة هي تتحكم. قديش احنا لازم نضيف كميات من الكلور، وقديش لازم يكون مدة التأثير؟ إذا احنا بنخلي الكلور أو بننقعه يعني 20 دقيقة، وبنضيف من 2 من 10 إلى 2 ملي جرام جزء في المليون. ملي جرام لكلته هو نفسه الجزء في المليون يا بنات، هو نفسه الجزء في المليون. ملي جرام لكلته هو نفسه الجزء في المليون. إذا أنا أيضا بزيد، قلنا بزيد كل ما زادت كميات الميكروبات الموجودة عندي، كل ما زاد أو المواد العضوية الموجودة عندي، كل ما أنا زدت كميات الكلور. وبعد هيك أنا أنا بوزع هذا المياه في مياه في مواسير، أو في يعني في أنابيب سليمة وغير قابلة ولا تسرب إليها الميكروبات تلوث مرة. آخر حاجة في تلوث المياه الكشف عن الميكروبات المرضية، أو بسميها كاشفات التلوث الحيوي. طبعا أنا في عندي يمكن عدد كبير هائل من الميكروبات زي التوفيئيد والباراتوفيئيد والكوليرا والدزنتاريا والفيروسات المعوية وشلل الأطفال وغيرهم. لما أنا بدي أقول إنه هذه المياه صالحة صالحة للشرب، هل أنا لازم أقيس التوفيئيد لحاله والباراتوفيئيد لحاله والكوليرا لحاله، وهناك أكثر من 150 ميكروب بعيش في مياه الشرب؟ هل انا لازم انا افحص ال 150 ميكروب عشان اقول والله انه انا عندي فعلا هذه المياه سليمه وصالحه للشرب؟ طبعا لا. اذا ما هو الحل؟ الحل لجو، وانا قلنا انه دائما تلوث المياه في معظم الاحيان بيجي من ايش؟ من مياه الصرف الصحي. لجو انه في بكتيريا تعيش بشكل دائما في كل انسان، في عنده بكتيريا تعيش فيه بشكل دائم، بشكل يعني في الأمعاء بشكل دائم تعيش هذه البكتيريا. وجود هذه البكتيريا في المياه بدل إنه في عندي براز، بدل إنه معناته في عندي تلوث مع مياه الصرف الصحي. إذا وجود هذه البكتيريا، مثلا بكتيريا الاشتريشيا كولاي، هنشوفها كمان شوية، بكتيريا مثلا زي بكتيريا الاشتريشيا كولاي تعيش في الأمعاء بشكل دائم وهي لا تعيش في الماء. وجودها في مياه الشرب دليل على انه هي قد تلوثت بالبراز وقد تلوثت مع مياه الصرف الصحي. اذا ببحث عن هذه البكتيريا. البكتيريا ليست ضاره بالصحه، ليست ضاره بالصحه، لكنها مؤشر على التلوث، مؤشر على التلوث مع مياه الصرف الصحي. وجودها معناته ان هذه المياه قد تلوثت مع مياه الصرف الصحي. عدم وجودها انه والله انه هي اذا خاليه من مياه الصرف الصحي، واذا كل الامراض اللي بتكون عاده بتنتقل عن طريق البراز او عن طريق مياه الصرف الصحي لا تكون موجوده في هذه المياه. فاذا انا باخذ اللي هو كاشف حيوي. هو مين شو الكاشف الحيوي؟ انا اللي هو الميكروبات هي عباره عن كاشف حيوي، عباره عن انديكيتور، عباره عن انا اللي باخذهاش وبفحصهاش في مياه الشرب لاني خايف منها. لا، هي غير ممرضه، هي اصلا غير ممرضه، موجوده في كل انسان فهي غير ممرضه، لكن وجودها في مياه الشرب بدل على التلوث بمياه الصرف الصحي.
إذا مباشرة لما ببحث عنها بلاقيها موجودة في مياه الشرب، إذا موجودة في مياه الصرف الصحي، إذا أنا هنا يعني بأكس عليها وبقول هذه ملوثة بمياه الصرف الصحي، وغالبا في عندي إنديكيتور أو مؤشر مهم اللي هو الإشيريشيا كولاي. الإشيريشيا كولاي موجودة في مياه يعني موجود في الإنسان بشكل دائم، ووجودها في مياه الصرف الصحي معناته يعني هناك اختلاط مع مياه الصرف مع البراز واختلاط مع مياه الصرف الصحي. إيش ميزة الإشيريشيا كولاي؟ ميزة الإشيريشيا كولاي، ميزة الإشيريشيا كولاي أول حاجة إنه فحصها سهل، وهي قلنا غير ممرضة، عشان هيك أنا بفحصهاش لأني خايف منها، لا هي غير ممرضة ولا تضر بالقائمين بالعمل طبعا. إذا دائما مياه سليمة تكون خالية من البكتيريا، فقط البكتيريا عندما تكون هذا تكون فقط البكتيريا يعني هذه إذا كان وجودة مياه صرف صحي في مياه في المياه العادية فهذا يدل على التلوث. ميزتها أيضا تعيش يعني بالمياه لمدة أطول من الميكروبات الماضية، وهذا بدل بأكد أنه فعلا والله أنه هذه بأكد أنه هذه يعني فعلا خالية لو أنا ما بتهش في المياه الشرب. فإذا كل الميكروبات مش موجودة في مياه الشرب مش موجودة أيضا في مياه الشرب. أيضا في النهاية المياه السليمة تكون غير ملوثة وخالية من بكتيريا الإشيريشيا كولاي.